فهذه المحكمة محكمة باطلة دستوريا وشرعيا، وهي بائسة لا قيمة لها ولا أساس لها ولا اعتبار لها أبدا. إن هذه المحاكمة تفتقد الاعتبار تماما دستوريا وشرعيا، لأنها تحاكم على أساس الحكم الشرعي، وأن سماحته ومن خلال التزامه بالحكم الشرعي يعتبر مجرما في نظر هذه السلطة، فهم بذلك يخالفون دستورهم، يخالفون الدستور الذي ينص على أن أحكام الإسلام محترمة ولا يجوز أن تنقض. إنهم يحاكمون الحكم الشرعي، يحاكمون الأحكام الشرعية، وهي فاقدة للاعتبار شرعا، لأنها تضع الحكم الشرعي أمام المحاكمة والقرآن والحكم الشرعي. في بلد الإسلام لا يمكن أن يحاكم ولا يمكن أن يجرم أبدا. ثم ماذا يريدون من هذه المحاكمة؟ ماذا يريدون منها؟ هل يريدون الإساءة لسماحة الشيخ؟ ويريدون إذلاله والنيل من كرامته؟ هيهات هيهات، إن علماء هذه الطائفة أتباع أهل البيت وعلماء أهل البيت، لا يمكن أبدا أن يخونوا دينهم ومذهبهم ويبيعوا هذا الدين وهذا المذهب ويصبحوا أتباعا للسلطان وللجائر أبدا. إن هذا الشعب بكل فئاته له قضية عادلة، له قضية محقة، خرج يطالب بحقوق عادلة ومشروعة تقرها جميع الدساتير والمواثيق الأرضية والسماوية، جميع مواثيق العالم تقر المطالب التي انطلق من أجلها هذا الشعب وضحى من أجلها هذا الشعب وتحمل من أجلها هذا الشعب ولا زال يتحمل. وما نعيشه اليوم من أزمة، وما نعيشه اليوم من استهداف للطائفة ورموزها، إلا على هذه الخلفية التي يريدون من خلالها أن يقولوا للشعب ليس لك مكان في هذا البلد، لا يمكن أن يكون لك حظ ومشاركة وحق في هذا البلد. بالروح بالدم نفديك يا فقيه، بالروح بالدم نفديك يا فقيه. هنا أو إساءة هناك، هيهات هيهات، فالشيخ يبقى تلك الشخصية الكبيرة العزيزة الشامخة التي لن ينالوا، ويصبح راضحين تابعين أتباع أهل البيت وعلماء أهل البيت، لا يمكن ابدا ان يكون دينهم ومذهبهم ويبيعوا. لن نركع الا لله، لن نركع الا لله، لن نركع الا لله. هيهات من الذله، هيهات من الذله، هيهات.